السبت اللي فات كان واحد الماتش ما بين برشلونه وريال بيتيس. هذا الماتش ما كانش عادي. هذا الماتش اللي عطى فيه واحد الحاجه كطرا اول مره في التاريخ ديال برشلونه. بينما كانت برشلونه غالبه ريال بيتيس ب 4-0 في الدقيقه 83 كيتشونج اللاعب غافي بالطفل لامين يامال، الطفل اللي في عمره فقط 15 سنه، كيدخل كيضغط على الخصم وكيكون علين يسجل هدف، كيعطي اسيست ولا في الاحلام اللي كيخلي كاع الصحف ديال العالم تدوي عليه. لامين يامال النصراوي. لامين يامال من مواليد 13 يونيو 2007، زاد في مدينة مطارو من أب مغربي كينحدر من مدينة العرائش ومن أم من غينيا الاستوائية. لامين تزادت معه واحد الموهبة ديال المستديرة اللي ماشي عادية، هادشي اللي غيخلي بزاف ديال الفرق كبار كبرشلونة وريال مدريد يحاولوا أنهم يضموه للفريق ديالهم، وفي الآخر كينضم هاد اللاعب إلى صفوف فريق برشلونة. خصك تعرف عزيزي المشاهد أن لامين عنده واحد الشملية خطيرة، السيد ما كيتشطرش ومراوغ من العيار الثقيل، قادر أنه يجيب بالون من دومي سونتر ويتوغل به حتى المربع على العمليات. عنده واحد القراءة ديال اللعب وواحد الذكاء ديال اللعابة الكبار، وهو اصلا ملقب بميسي الجديد. يعني باش تكون في عمر اقل من 15 عام ويلقبوك بميسي الجديد فعرف راسك انك وصلتي لواحد النيفو اللي بزاف. يلعب تقريبا في جميع الاماكن الهجومية، وحيتاش هو شملي كيلقى راحته اكثر في جناح ايمن. لعب مع المنتخب الاسباني فئة تحت 15 سنة، وفئة تحت 16 سنة، وفئة تحت 17 سنة، وكينقص ديريكت الفئة تحت 19 سنة. وهادشي كامل داروا في عام واحد اللي هو عام 2022. واللي بغيتك تعرف ان لامين هو اصغر لاعب كيلعب مع المنتخب الاسباني اللي فئه تحت 19 سنه في تاريخ المنتخب الاسباني. والسؤال اللي كيدور في بالي وفي بالك وفي بالنا كاملين، واش لامين يحمل قميص المنتخب المغربي؟ خليني نقول لك ان بعض المصادر او الصحف الاسبانيه كتقول باللي ان لامين باغي يمثل المنتخب المغربي، ولكن لحد الان باقي ما خرج حتى قرار من عند لامين او من عند الاسره ديالو. ولكن من وجهه النظر ديالي انا، على القول لامين كيحمل قميص المنتخب المغربي، خصوصا بعد هذه الانجازات اللي حققها المنتخب المغربي في مونديال قطر. الى وصلتي حتى لهنا ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.